نظم ناشطون وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الفرنسية الأولمبية في باريس رفضا لوجود رياضيين يمثلون إسرائيل. ومن باريس ينضم إلينا مراسلنا محمد الحاجي. أهلا محمد، كيف تفاعلت مطالب المحتجين وهل من ردود حولها؟ وعد بداية كما تشاهدين هنا خلفي، نحن أمام لجنة منظمة للأولمبياد باريس التي سوف تجري في تموز يوليو القادم، والجميع ينتظر هذا الحدث المهم والذي يجمع رياضينا من كل حدب وصوب، لكن المدافعون عن القضية الفلسطينية لديهم رأي آخر. يجب منع إسرائيل من المشاركة في هذه الأولمبياد، يجب منع عدم رفع علم إسرائيل هنا. سوف أبتعد قليلا لأترك الصورة تتحدث. هؤلاء بناء على دعوات من جمعيات حقوقية ومدنية فرنسية دعوا إلى تحرك فرنسي رسمي وفوري على أعلى مستوى من أجل عدم استقبال رياضيين إسرائيليين في فرنسا في أولمبياد باريس القادمة. رفعوا أعلام فلسطين، رفعوا شعارات أولمبياد فرنسا القادم، طالبوا بصوت عالي ومرتفع أن تحذو فرنسا نفس الخطوة التي قامت بها بمنع رياضيين من روسيا وبيلاروسيا، حيث قامت فرنسا قبل حوالي عامين باتخاذ قرار استغرق يومين فقط منعت فيه رياضيين روس ومن بيلاروسيا من المشاركة في أي منافسة دولية وأوروبية. اعتبروا أن هذا هو ازدواجية في المعايير بالسماح لإسرائيل بالمشاركة، وهي التي تقوم بحسب ما يصفونها هنا بإبادة الشعب الفلسطيني. دعوا هنا بالشعارات التي مكتوبة على هذه اليافطات بأنه يجب عدم مشاركة دولة الإبادة في الرياضة، هكذا هو الشعار الأبرز في هذه المشاركة. المشاركون أيضا استغلوا هذا التجمع لتعداد أسماء كل الرياضيين الفلسطينيين الذين قدرتهم إسرائيل في الضفة والقطاع من لاعبين كرة قدم، كرة سلة، سباحين، كل أنواع الرياضة التي مارست عليهم إسرائيل العنف وقتلتهم بسبب موقفهم، بسبب الحرب التي تقودها على قطاع غزة. كما أيضا استغلوا هذه الوقفة للدعوة من جديد لوقوف الحرب أو لإيقاف الحرب، وكذلك مقاطعة إسرائيل اقتصاديا وأيضا محاسبتها على ما تقوم به من جرائم ضد فلسطين في القطاع الفلسطيني. شكرا لك محمد الحاجي، كنت معنا من باريس.